ننتقل من موضوع الطقس في فرنسا إلى الموضوع ربما يعني اللي بيهم العالم بأجمعه اليوم وهو كأس العالم. لو تحدثنا عن أجواء كأس العالم عندك، عن استعدادات المنتخب الفرنسي، خاصة أنه تقريبا كان في تغيير في قائمة المنتخب، تغييرين قام بهم ديشامب. الحقيقه بالفعل يعني بالامس كان هناك مؤتمر صحفي لديدي ديشان وايضا يعني كابتن المنتخب حارس المرمى الفرنسي الذي اكد من خلاله بان المجموعه التي تم اختيارها وسط غياب ثلاثه اعضاء كبار جدا ولاعبين من خط الوسط وخط الدفاع الفرنسي، الا ان ديدي ديشان اعرب على ان ثقته في الشباب المنضم حديثا، يعني اذا كانت فرنسا تضم عدد كبير من النجوم على راسهم بنزيما وكيليان مبابي وجريزمان في الهجوم، فعندها مشكله كبيره جدا في خط الظهر خط الدفاع نظرا لاصابه اعداء يعني ثلاث لاعبين في هذا الخط وبصفة خاصة في خط الوسط، ولهذا الاهتمام يبدو كبيرا لدرجة أن قصر الإليزي صرح بالأمس بأن الرئيس الفرنسي من المعروف أن إيمانويل ماكرون من عشاق الساحرة المستديرة وكرة القدم، في حالة تأهل المنتخب الفرنسي لدور الأربعة سيذهب إلى قطر لمتابعة المباريات.